وعن أبرز التطورات في قمة القاهرة للسلام والمنعقدة اليوم في العاصمة الإدارية الجديدة، تنضم إلينا مباشرة مراسلة التلفزيون المصرية ليلى عمر. ليلى، برحب بك، ضعيني في الصورة لديك حتى اللحظة. نعم هبة، انتهت منذ قليل فعاليات قمة السلام وغادر عدد كبير من الوفود مقر انعقاد هذه القمة. منذ قليل أيضا صدر بيان صحفي عن رئاسة الجمهورية يتقدم بالشكر لكل من حرص على تلبية الدعوة والقدوم إلى مصر لحضور هذه القمة التي دعا إليها الرئيس عبد الفتاح السيسي. دعا عدد كبير من قادة دول العالم ورؤساء الحكومات سواء في العالم العربي أو الدول الغربية والأوروبية. هذا البيان الصحفي هبة تحدث في مجموعة من النقاط، ربما كان هناك تأكيد على البعد والجانب الإنساني في هذه الأزمة وضرورة عدم الكيل بمكيالين وضرورة أن يتم التعامل بشكل مختلف مع القضية الفلسطينية. كما أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، لابد أن يتعامل المجتمع الدولي بمنظور جديد مع هذه القضية التي استمرت على مدار سنوات يتم التفاعل معها بشكل معين. لابد من النظر إلى الجانب الإنساني وضمان أن يحيا الشعب الفلسطيني حياة كريمة، وأن الأزمة الحالية يتم التعامل معها من خلال إيصال المساعدات للشعب الفلسطيني وتوفير الممرات الآمنة. البيان الصحفي هبة أيضا ركز على ضرورة توجيه نداء للسلام على مستوى العالم في محاولة لنبذ العنف والإرهاب والتطرف والقتل للأبرياء في ليس في غزة فقط لكن حتى على المستوى العالمي في القضايا الدولية المختلفة. ومن خلال البيان تم تأكيد أن القضية الفلسطينية هي بالتأكيد قضية في قلب الأمة المصرية، وتحرص مصر دائما على الوقوف بجانب أشقائها الفلسطينيين وتعمل على تقديم الدعم الدائم لهم على المستويات كافة. إذن نعم. كان هذا بيان لخص هذا اليوم الذي تناول بشكل أساسي المحور الإنساني فيما يتعلق بالتعامل مع المشكلة في قطاع غزة، كيفية إيصال المساعدات للفلسطينيين في غزة، كيفية توفير ممرات آمنة والتأكد من أن يكون هناك إيصال دائم لهذه المساعدات، استدامة لها لا تقتصر فقط على فتح المعبر لمرات قليلة لكن أن تستمر هذه الإغاثات حتى تنتهي هذه الأزمة، بالإضافة بالطبع إلى دعوة لإيجاد آلية لوقف إطلاق النار ومحاولة الجلوس إلى طاولة المفاوضات في أسرع وقت ممكن، وذلك من خلال دعم أممي من المنظمات الأممية المختلفة حتى يمكن إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية وإقامة حل الدولتين وفقا لحدود عام 1967. هذا هبة بشكل عام كان ما جاء في ختام هذه القمة أو في البيان الصحفي الصادر منذ قليل عن رئاسة الجمهورية. نعم، ولكن ليلى ماذا عن المشاركات الواسعة التي كانت في قمة القاهرة للسلام اليوم؟ هبة، منذ صباح الباكر تابعنا بالفعل مشاركات عدة، شهدنا كلمة قوية للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الذي تحدث باللغة الإنجليزية وأيضا تحدث عن مفهوم الكيل بمكيالين في تطبيق القانون الدولي والتفرقة من حيث الجنس والعرق والدين، مؤكدا على ضرورة حق الشعب الفلسطيني في أن يحيا حياة كريمة وأن يتم توفير حياة آمنة له وإيجاد ممرات آمنة للوصول المساعدات بشكل مباشر. بالطبع أيضا كان هناك مشاركة للأمير القطري ولملك البحرين، وهناك مجموعة من رؤساء الدول الأوروبية أيضا على سبيل المثال الرئيس القبرصي، بالإضافة لمشاركة منظمات أممية كالأمم المتحدة ممثلة في أمينها العام أنطونيو غوتيريش، وأيضا المجلس الأوروبي برئاسة شارل ميشيل، والاتحاد الإفريقي كان له مشاركة، بالإضافة لجامعة الدول العربية. تابع أيضا كلمة للأمين العام للجامعة السيد أحمد أبو الغيط. هبة، الكلمات العربية بشكل عام غلب عليها التأكيد على فكرة التهجير وأن الفلسطينيين يرفضون فكرة التهجير بشكل كامل، وأيضا مصر بالتأكيد تؤكد أن الفلسطينيين لهم الحق في أن يعيشوا في دولتهم وألا يتم تهجيرهم من خلال سياسة تعمد إليها إسرائيل حتى يهجروا من موطنهم الأصلي، وهو
وهو ما أكد عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته خلال الجلسة الافتتاحية، وأن هذه القضية لابد أن يكون لها حل عادل وشامل يرضي جميع الأطراف ويحقق ما تم الاتفاق عليه أو الأسس لهذه القضية الموجودة بالفعل منذ سنوات. المشاركات الأوروبية كانت تركز بشكل أساسي هبة على البعد الإنساني في التعامل مع هذه القضية، ضرورة وقف إطلاق النار وأيضا تأمين وصول المساعدات بالطبع والتعامل بشكل إنساني، وأشاروا أيضا إلى فكرة الإفراج عن الرهائن. كان هناك تأييد لفكرة الإنسانية، هذا المفهوم الذي أكدت عليه هذه القمة بشكل عام، مراعاة الإنسانية، النظر لما يحدث في غزة بعين ربما مختلفة، تؤكد أن ما يحدث هي بالفعل مجازر تقوم بإبادة الشعب الفلسطيني، خاصة من هم في قطاع غزة المحاصر والذي زاد عليه الحصار منذ بداية هذا العدوان، لينقطع عن القطاع كل شيء، الماء والكهرباء والغذاء أيضا. قمة هبة ناقشت الكثير من الأطروحات المتعلقة في الأساس بالقضية الفلسطينية وبمتطلبات الوضع الراهن من ضرورة سرعة إيجاد حل لما يحدث في القطاع. نعم، أشكرك جزيل الشكر ليلى على هذه الصورة التي نقلتها لنا من مقر العاصمة الإدارية الجديدة وقمة القاهرة. للسلام، ليلى عمر، مفدات التلفزيون المصري.